طبعا النهارده في ختام المنتدى العربي الافريقي كان في تكريمات لمجموعه من المتميزين سواء في افريقيا او في الدول العربيه، كنوع من التكريم وكنوع من التشجيع. معانا ثلاثه من المكرمين النهارده من افريقيا، خلينا نرحب بيهم. معانا برنس لويس وهو واحد من المكرمين في الجلسه الختاميه من نيجيريا. هاي. معانا كمان رحمه باجون، واحدة من المكرمين من دولة نيجيريا، أهلا بيكي. ومعنا كمان ستايسي فرو وهي من المكرمين من جنوب أفريقيا. I love your outfit and you look gorgeous. 12 سنة وكانت النهاردة من المكرمين، وهنعرف قصتها لأن كمان ليها قصة مهمة جدا. لازم نبدأ بستايسي لأن الحقيقة قصة مبهرة، وعايز أقول لكم يعني أول سيلفي خدته في المؤتمر كان مع ستايسي. خليني أسألك، الشيء جميل جدا أنك تكتبي وانتي في هذه السن يعني، وكمان تحولي الكتابة بعد كده إلى يعني فكرة التبرع بالكتب والحواسيب، مساعدة الفقراء يعني بالكتب وبالحواسيب. عايز أسألك في البداية، يعني جاتلك إزاي موهبة الكتابة وبدأت توظفيها إزاي؟ قلت تكتبي، هل كنت مهمومة بالقضايا اللي بتحصل حواليك في مجتمعك في جنوب أفريقيا، ولا الكتابة ورثتيها؟ Okay, so how I started my writing journey was at a very young age. My parents used to عندما كنت صغيرة كنت أريد الكتابة، تعلمت القراءة وتعلمت القراءة كيف أقرأ وكيف أكتب في وقت صغير جدا. كنت دائما أشعر بالسعادة عندما أكتب، كان سهلا دائما وكان عاديا علي أن أكتب، لم أجد أي مصاعب. الطريقة اللي بتتكلم بيها الستايسي حاجة يعني مبهجة. احنا بنتكلم على طفلة عندها 12 سنة وبتتكلم بالطريقة دي، البودي لانجوج وهي بتتكلم او لغة الجسد، التعبيرات، الثقة بالنفس اللي بتتكلم بيها، حاجة يعني تدي امل بجد. انا حاسس ان بتتكلم بحكمة الكبار. أيوة بجد بالظبط. وعلى فكرة هو الجيل كله كده، حتى عندنا كمان في كتير من الاطفال المصريين اللي في سنك وبيتكلموا بالطريقة دي وعارفين هم بيعملوا ايه وعارفين هم عايزين ايه. انا معجبة بيها جدا، واعتقد رحمة كمان معجبة بيها قوي. So I'm actually from Tanzania, not Nigeria. أنا من تنزانيا مش من نيجيريا. I am a fashion designer. I've been a youth activist. وأنا مصممة لصيحات الموضة. And so I've been pushing for youth بدأت الوظيفة وأنا عمري 10 سنين فقط. One key things that came up in all this conversation with young people in Tanzania. وكنت مستمتعة جدا بالحوار مع الشباب. وواحدة من أكبر المشاكل في تنزانيا كانت البطالة للأجيال القادمة. I sit back and ask myself, what am I doing? سألت نفسي كيف يمكنني تغيير هذا الواقع؟ كيف يمكنني تغيير هذا الواقع؟ واقع البطالة. كيف يمكن أن أتكلم مع صناع القرار، مع القطاع الخاص، مع الحكومة؟ ولأني لدي الشغف، شغف كبير وحلم لتحقيقه في عالم الموضة والأزياء. كنت قادرة على توفير المزيد من الوظائف وتشجيع الحكومة على أداء اللبس. عايز بس أقول أن أنا معجبة جدا باللبسك ومعجبة جدا بالألوان. وبمناسبة كمان تنزانيا أو نيجيريا، أنا من أحلام حياتي أن أنا أزور تنزانيا، لأني بسمع وبشوف أن هي بلد حلوة قوي. بس هل الموضة كلها عندك بتعتمد على الثقافة الأفريقية؟ يعني بتعملي ملابس وإكسسوارات تتعلق بالثقافات والحضارة في أفريقيا، ولا بشكلها العام؟ Okay, mostly African. غالبا هي أفكار أفريقية، عادات وتقاليد. Apart from saying it was youthly, بالنسبة للشباب. Youth agenda, as well as I wanted to bring back the love of African print to Tanzanians and African in general. خصوصا في الثقافة. What we did, we need to take the modern. ويمكننا جيدا المزج بين الثقافة أو بين الأزياء الحديثة والأصول الأفريقية، ويمكننا جيدا مزج الأزياء الحديثة
مع الأصول الأفريقية أو ما نملكه بالفعل. برنس من نيجيريا صح كده، ويمكن كان واحد من أهم العناوين اللي تم الحديث عليها في الملتقى فكرة الإرهاب، فكرة أنه أكتر ناس تعرضت أو واجهت مشاكل الإرهاب هي الدول العربية وطبعا الدول الأفريقية، ونيجيريا كمان عندها تنظيم إرهابي هو بوكو حرام، وده واحد من التنظيمات كمان اللي بسبب الكثير والكثير من العمليات الإرهابية كان في أرواح كتير راحت في يعني هذه الأحداث الإرهابية. هل لقيت أو كنت شايف بأنه فكرة أنه لازم يكون في تكامل ما بين الدول الأفريقية في مواجهة الإرهاب؟ أنت حسيت أن الموضوع ده حتى يخصك أنت بشكل شخصي ويخص بلدك كمان نيجيريا؟ شخصيا مثل كل زملائي بدأ حلمي منذ الصغر، وكان ضروري أن أخذ خطوة عن حلمي تجاه البيئة وتجاه الشباب، رغبات الشباب في أن يكونوا أفضل. أحيانا نتوقف، ولكن ظننت أننا يجب أن نصنع بيئة تمكننا من التألق واللمعان. التعليم كان عامل رئيسي وأساسي لنقل الاقتصاد العلاقات بين البلاد، ولهذا كان لدي الشغف في التعليم، درست التعليم ودرست الإدارة في الجامعة. أعتقد أنه من الهام كلنا كشباب أفريقي وشباب عربي نجتمع أن ندرك ونتحقق أننا يجب علينا أن نكون نحن المنوط بنا اتخاذ القرارات، تحمل المسؤولية. كيف يمكننا اتخاذ القرار ولو كنا نريد فعلا تغيير العالم؟ ألفت كتابا عن اختطاف الأطفال في جنوب أفريقيا. مهم جدا انك تهتمي ما يعني بهذه القضية. ايه اللي لفت انتباهك في هذه القضية، شغلك جدا، وايه اللي قدمتيه في هذا الكتاب لمواجهة هذه النوعية من الجريمة؟ أعتقد أن ما أحضر الفكرة إلى ذهني هو انتشار حوادث خطف الأطفال حتى بالنسبة لأقرب المقربين تعرضوا لبعض هذه الحوادث، وتأثرت بالموضوع. وهذا واحدة من أكبر المشاكل وأخطر المشاكل الجادة في أفريقيا والخطيرة، وكان هدفي نشر الوعي. كيف يمكننا أن نتحدث مع الأطفال؟ كيف يمكن أن يكون الطفل مثل البالغ على قدر من الوعي والفهم، وما هي الاحتياطات التي يجب أن يتخذها لتجنب هذا؟ عشت فترة في جنوب أفريقيا بس كنت صغيرة، كنت أكبر منك طبعا بس كنت يعني صغيرة، في جوهانسبرغ وبريتوريا قعدت فترة. وشايفة أن هي واحدة من أجمل البلاد في العالم، فعلا جميلة جدا. المشكلة الوحيدة كانت في الفترة دي، أنا بكلمك على حاجة تقريبا من 20 سنة، المشكلة كانت فكرة العنصر الأمان. يعني لما كنا بننزل بعد أول ما النور بيروح الشمس بتروح، بيبقى صعب جدا حد يبقى متواجد في الشارع لأنه في حوادث خطف وسرقة وحاجات كتير. هل الوضع دلوقتي أنت شايفاه أنه بقى أفضل؟ أنت حاسة أنه لا الدنيا أفضل ليكي وللجيل كمان الصغير اللي زيك؟ Unfortunately, in South Africa, it's للأسف not better. للأسف الوضع لم أو لن لا يصبح أفضل. ما يزال من الخطورة أن تمشي في الشوارع لوحدك. ويحدث الكثير أن تواجه كثير من المشاكل اليومية بسبب وجود اللصوص. هو غير الآمن تماماً أن تمشي لوحدك. الكثير من الأحداث عشان يعني قدامنا 3 دقايق نحاول نجزأ فيها الشغل، وأنا أخذت من يعني مفهوم نهائي مع هدف هذا المنتدى والمؤتمر. كيف نساعد بعضنا البعض؟ كيف نتغلب على المشاكل الأساسية؟ ويبدو أنه مشاكلنا متشابهة،
كل الدول، عدد كبير من الدول العربية والدول الأفريقية. يعني إيه اللي شايفاه من خلال تجربتك في الأزياء واستيعاب فرص عمل زي ما بتقولي لحل مشاكل الشباب؟ الشباب عاوز إيه؟ كيف يمكن أن نحل مشاكله؟ I think the key thing that came out from the talk yesterday and today, entire أن الهدف الأساسي أو ما خرجت به من المحادثات هو التعاون. لا يجب أن تفكر على التعاون بشكل عام. تطرقنا للتفاصيل. ولدينا الكثير من الشباب المدهش، لديهم الأفكار من دول عربية ودول أفريقية مختلفة. لديهم قيمة ولديهم القدرة على إحداث تغيير حقيقي، ويمكنهم أيضا القدرة على الاشتراك ليس فقط في هذا المؤتمر، ولكن مساعدة الشباب في نفس أعمارهم. كان رائعا الخروج بهذه النتيجة. Just like her, نفس الانطباع عندي. I have said مثلها تماما. I'll keep saying that we in the Arab region and the African continent share a lot in common. في المجال وفي النطاق العربي. In terms of our presence. والأفريقي لدينا الحضارة، حضارة الماضي. For the future to be what we want. ويمكننا تحقيق المستقبل، تحقيق نتائج رائعة في المستقبل بناء على نملكه بالفعل الآن. القدرات التي نملكها الآن. نحتاج قادة يؤمنون بالشباب، يقدمون لهم كل الدعم. الآن breed of entrepreneurs is rising from Africa and rising from the الآن أهمية خاصة للعالم العربي والعالم الأفريقي. نحتاج دعم من الحكومات، المنظمات within our countries, within our continent. بداخل القارة. Like I said earlier, we need to take responsibility. بلادنا. Young person needs to take responsibility. يمكننا تحمل مسؤوليات كشباب. An enabling environment for us to thrive, and that's very important. فقط نحتاج الحكومات لتفعيل القرارات، لتفعيل الأفكار. لدينا القدرة على أخذ الأمور بجدية. تعليق أخير وجيز جدا عشان الوقت. وأنت طفلة معجزة الحقيقة، 12 سنة وتؤلفين الكتب، تتحدثين كما الكبار وبحكمتهم. البعض أحيانا يقول لك أنه مع الفقر هقول للناس إزاي خدوا الثقافة أو اقروا الكتب. يعني هل يتناقض الفقر مع الثقافة والفكر؟ Okay, so the thing with poverty, and I'm going to speak أعتقد from أن الفقر. Point of view. So the thing about أنا قادمة من جنوب أفريقيا. أعتقد أن الفقر لا يتعارض أبدا مع التكنولوجيا، مع رغبة الناس في الفهم والتفاعل. خلف كل هذا رغبة صادقة في التطور والتعلم، وأيضا أثرت عليهم وأوضحت لهم أن العالم ينتظرهم، ينتظر دورهم ومشاركتهم. حاولت توفير الكثير من الموارد في المناطق الفقيرة، بعض المناطق في جنوب أفريقيا لديها موارد محدودة. استطعت أن أجعلهم يتعاملوا ويتفهموا الموارد، وأن الفقر ليس عائق. أنا معجبة جدا بيكي ومعجبة جدا بطريقة كلامك وبطريقة تفكيرك وبأفكارك المنظمة والإصرار على كل كلمة بتقوليها، وده معناه أنه نرجع تاني لأنه يبقى في إرادة من الحكومات اللي بتشتغل على القصص والمشاريع اللي زي دي ويكون في هذا الإصرار. أنا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا في أسوان وفي المنتدى وكمان في استوديوهاتنا. ستايلز ثرو وبرنس لويس ورحمة بجون، شكرا ليك وشكرا جزيلا. كمان لازم نشكر كل مشاهدينا في القنوات، كنا في بث مشترك. شكرا لمشاهدين دي ام سي، الحياة، سي بي سي، وان اي. وبكرة بقى كل واحد يكون موجود في برنامجه ان شاء الله، ونلتقي بكم من القاهرة.